السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن داوضي اللي دي لهان تيمبا وعاد كسور دواتان وركيجي هبين كان عاوة قدبا دا ورك عاوة قميم سموها كميدا باهدا عافمات كايا لوفي دي توبر كساب سنحقا مكتانكا عالم كان دل كان دوني زياش لبترين أو إسكو دعاي وهاكو بنتين ويران صدق قوفة ألقى سديدي لبتر كلا نايب داو عمينا انتاسي وهاي هيد قدوبة دي وركاها وويناي نايمي كان عيساقي ودن بسم الله الرحمن الرحيم وزير دا عاف مات كا يوسيدو كليه يولا كاشن يسا سفارة دا دل كاشنها ايوه هاي سوق من قابيين توبر كو ادن ادن عادو جتان كا تاسي ولوفي دي يي قار كمي دا هلو دين دا وزير دا عاف مات كا وعانا توبر كاسي بحين يي خبيرو واحد دين عاف مات كا هو شنها هو درشه يدو او قيب اي كتا هاي واحد عاف مات كا نقميت كا وحانا وجوغي توبر سين تاسي ومدولة بمالمود سعوتي سيدو كلانا سعوني دونتا إلى لبو أو بلود كان سعوني سردختر كوين إي إبيليتي لطليها فرسموه إي وزير كعفمات كعبد القادر محمد قراد يو سيدو كلي لطليها الرماه دين على قالها يو قناع سيقاه إي سفارة دا شينها إي جبوتي وحانا هاي قيب كتاي إسكاشيقا واحدة عفمات إي كده هيا جبوتي هي يو شينها وأنا كفايدي سنة يا هل ودينا دا وزارة دا عفمات كا عاصمة دا هيو قبلا دا هدل كا قدي سنتبا هدبا وحا مناسبة دا توبر كاسي كا اللي لطليا فرسموي كوبادي وزير كا عفمات كا عبد القادر محمد قراد دا هيساقا هو مهد نقيا سفارة دا شينها جبوتي وحانا وتباهين توبر كانيه وكو ادن يهي واحدة دينا اهدو جيتان كا تاسيه وقيب كا يو يري دينا عفمات كا كرب فايدي سنيانا هلو دينا دا عفمات كا هي عاصمة دا جبوتي يوكو قبلا دا دل كا قدي سكيمي دي وحانا وتباهين توبر كاسي ويهي كو وهير سرا هواي بحنا يانا أخبره واحدة عفمات كي دين عدو جيتان كا هولا شدل كا شينها واسي داسينا تباهي لطريا فرسمي وزير كا عفمات كا عبد القادر محمد قراد habeen midii xalay toolay waxaa si toosa dalka iyo dibadda baa loogala socday barnaamijka Jeep Talon ee lagu xulanayo fanaanka codka dahabiga taasi oo iska kaashadeen golaha radioga iyo televisionka Djibouti RTD iyo wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka habeenkii sideedaad ee dhinaca muusiga ee qaybta 17 dhamaadka ayaana ay hay'ada iyada oo si toosa televisionka Djibouti loogala socday waxaana sidii ay awalba daadihinayay daadiyay gabdhaha RTD Maryam Boha iyo sidoo kale Roda Daahira waxaana lagu soo martay qaaday barnaamijkii Jeep Talon ee habeenimadii xalay tole Maxamed Hassan Muyaale oo ah fanaan weyn oo dhinaca music ah oo reer Djibouti ah oo taariikhda music ah faa'iin leh waxaana tartankaasi oo ahaa mid u dhaxeynayay 8 dhalin ah guushu ay ku raacday oo ku guuleystay Wiilo Samire Cabsiye oo ka socotay gobolka Arta iyo sidoo kale Ahmed Maxamed Abdalla oo caasimadda Djibouti كسعودي سبب ستم يولي سبب ستم نماتي وريعا لنقبي قطاليو سيدا لما لو شها لديو دبيلو لعلعنا يا مركي لميان barnaamijka Jeep Talon ayaa been midii xalay ayaa hayda mid ay ka tumeen sidoo kale kooxda RTD fanaaniinta kooxda RTD waxaana u ahaa weys si weyn loogu la socday dalka iyo dibadda intaba الملكي نكوي توكتي قالتك نكادنا كاي مقعدتك كسوكتمي أرحي بارحي قباقرا أرحي هدبا سديد دلنتا كو ترتميسي هبين مدي حالي طولي برامش كا جيب تالون لغو حولانا يو فنان كا عدك دهبي غلا وحا قوشو اي كرع دي لبدا فنان دلنتا كو ترتميسي او قلها ويلو سمير عبسي هو قبل كا عرتا كسعوتي يو احمد محمد عبدالله او عاصمة دا جبوتي كسعوتي بقيو حساب حبا ملعو
دبا برنامج که چیپ تلاش لغو خلنا یفنان که عدک دهبی گه و سوچی تی داوودیال آدو تربدن هیا و حاسی دوکلاسی توسعه لغلا سعودی حرمه حرمر که بلشو دل کودن یه ده و شش دال کسی لدگی و حنا که می دهای ده حرمت حرمر که بلشو حافظه ارحبه و دلین آدو تربدن از کوسو بهن وأنا أهل الدريمة حماسة ده وبرنامج كاسي جيب تالون وتي تاسيه واي دلنتو سي حماسة دي سنة يسكوسو بحين وركا كله دلكا هديان كوسي سعنا وركا إيجا هبين كان عاوا وحان ديكو هينا قرمو كوحوك ورميسا واحدة لنعا تمرتا دي بسكو عزبوني سيسا هم با تمرتا عقارانا إيو كالين تا جبوتي أي كمرايسو وها قرمو دا سي نو هيا وري خدير كي ديك دوان كدب تبانية سنة أو جمهورية جيبوتي أكو فوقنيد قرشاها مالقلين تواحدة تمرتا دي بسوع سبوني سيسا سيوغا ماراتو تمرتا قرشن كلاي قاليغا جوكتا عدونكا وزارة تمرتا يا خيراتك دبيعيكا هيا بلودي لسمها ورشد سوساري دونتا تمرتا لغرد ليا هودا مشروع سيو سيرسمي حد اللوهر قليي مشروع تمرتا هودا لغرد ليا قبيد أيا مشروعي كوباد تمرتا عقارن ee dalka laga meel mariyo iyadoo mashruuc kale ay dalka soo ballaaran uga socdaan waana kamid mashruucdaasi mashruuca tamarta laga dhaliyo kaawga cadceeda iyo mashruucda kale ee tamarta omega dhukoostiisa laga soo saaro ee geothermic loo yaqaan mashruuca tamarta hawada ee gubeed ayaa amid waafaqsan nidaamyada warshadaha laga dhaliyo tamarta hawada waana uu ka kooban yahay 17 agab ka waaweyn ee laga dhaliyo تمرتا هودا او مديبا او دليني دونو تمردن صدح دبيع لحي عفرتن ميغاوات او قودهاندن لحدن ميغاوات او تمرا مدحوين اي جمهورية دا مدن اسماعيل عمر قلو قدبتك جيدية مناسبة دا فرقا مشروع قبيد تمرتا هودا ايا وحاو يري مدحوينو هرقلين تا مشروع عن منان وين ايو نولي يحبو يري سواتو وحاو كمرا فريابوري نتيجوني كسويفيا ايكو اعدن عرقتيدا دير ايان لين هاي يدا او مشروع عانو كالين مهيبا كجيرو هورو مركا دقالي اي دالكينا لسما حارونتا لقردار يتمرت هاودي ايقويد بوري وحا اي قيبك تحاي يولكا او ديگروغوشدا تمرتا عقارن اساقو سيدو كالهوستا كحاريقي ان مشروع عان تمرتا ايقويد او اساقو يحي ميد مركالي تي لغو سيحو جينيو هورو مركا دينا عتمرت جموري دي جبوتي تمرتا laga dhaliyo agabkan ayaa waxa lagu tala galay in xarunta warshada gubeed ay iyadna tamartan ku soo tuurto xarunta korontada ee laga dhisay deegaanka Jabancas iyadoo hadda la dhameystiray khadka biitoyada qaadaya dabka oo isdaba taxan in ka badan 75 kilometer oo u dhaxeeya deegaanka gubeed iyo waliba xarunta Jabancas shirkada korontada ee EDD ayaa mustaqbalka tamartan ku xidhiidhin doonta korontada kale ee dalka laga adeegsado si hoos loogu dhigo baahida loo qabo dhinaca tamarta ee dalka shirkada Shiinaha ee hirgelisay mashruucan gubeed ayaa sidoo kale waxa ay u dhistay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi warshad yar oo iyadu biyaha badda lagu safeynayo si bulshada looga xaqabtiro baahida dhinaca biyaha dadaalka intaas leeg ayaa ah in bulshada reer Jabuuti laga xaqabtiro baahida dhinaca korontada iyey inay helaan koronto qiimo jaban iyada oo dalkeena ay ku soo badanayaan sanadihii u dambeeyay bangiyoga ku shaqeeya hanaanka maalgelinta islaamiga hadaba habeenkan caaw waxaan idin ku haynaa qormo ku xog warrameysa bangiyoga ku shaqeeya hanaanka nidaamka maalgelinta ee dhinaca islaamiga gudoomo aan qormadaas bagyada maaliyadda ku dhaqman nidaamka islaamiga ayaa ku soo batay dalka tan iyo sanadkii 2006 markii bangigu horeeyay islaamiga ahaa
oo ka hawlgalay jamhuuriyadda Djibouti. Bangiyadan ayaa taageero xoogan ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda oo si cad ugu gool xaaray sidoo kalena u furay suuqyada jamhuuriyadda Djibouti in bangiyadaasi ay si ballaaran uga shaqeeyaan. Tan iyo xilligaasi waxa aad u soo batay bangiyada ku shaqeynaya nidaamka Islaamiga oo ay ku soo batay magaalada Djibouti iyo gobolada adalka gudihiisa. Bangiyada ku shaqeeya nidaamka Islaamiga ayaa ku waafaqsan sharciga diinta Islaamka, waana kuwa ayagu wax amaahinaya waxna ka iibinaya macaamiisha kala duwan, waana mid iyadu waafaqsan nidaamka Islaamiga lagana baaqsanayo ribada iyo wixii la halmaala. Kadib markii caabuqa COVID-19 uu dunida si ballaaran u soo foos saaray sanadku markuu ahaa 2019 iyo 2 sanadeed xigtay, ayaa waxaa dunida soo foos saaray dhaqaale xumo baahsan oo si ballaaran u saameeyay isu socodkii dhaqaalaha iyo maaliyadda caalamka. Bangiyada Islaamiga ayaa ayakuna ka mid ahaa sida bangiyada kale ee ka jira caalamka hay'adaha maaliyadeed ee dhaqaalahoogu uu dib u gurtay xilligaasi. Gudoomiyaha bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Djibouti, Axmed Cusmaan, oo ka hadlay maalgelinta Islaamiga, ayaa waxa uu xaqiijiyey in sanadkii markuu ahaa 2011 mar la xisaabiyey dhaqaalaha iyo dakhliga maaliyadeed ee ay maareeyaan hay'adaha bangiyada Islaamigu in lagu qiyaaso in ka badan 200 oo milyaar oo doolarka Mareykanka. Waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in maanta taariikh ahaana in ka 3,000 oo milyaar oo doolarka Mareykanka hay'adaha kala duwan ee Islaamiga ku dhaqma shareecadu ay si ballaadhan ayagu u maareeyaan. Waxaa sidoo kale uu aad u tilmaamay in bangiyada Islaamigu ay qayb libaax ka qaateen horumarka dhaqan dhaqaale ee Jamhuuriyadda Djibouti, haddii noqoto maalgelinta mashaariicda bulshada iyo haddii noqoto taageerada horumarka qaybihiisa kala duwan ee Jamhuuriyadda Djibouti. Haddii aan soo qaadano bangiga lagu magacaabo Saba Africa Bank, waxa uu ka mid yahay bangiyada Islaamiga ee ka hawlgalay Jamhuuriyadda Djibouti, waana bangiyada u horeeya marka laga hadlo dhinaca maalgelinta Islaamiga. Bangigu waxa uu ku guuleystay abaalmarinta dhinaca ganacsiga caalamiga, waxaana uu sidoo kale kaalinta labaad u soo baxay abaalmarin kare oo la siinayo dhinaca horumarka hay'adaha maaliyadeed, waxaana sidoo kale uu qaaday abaalmarin caalami ah oo ay gudoonsiisay hay'adda lagu magacaabo PME. Haddaba bangigan ayaa isagu si ballaaran uga hawlgalay Jamhuuriyadda Djibouti, waxaana ku guuleystay abaalmarino kala duwan kadib markii si ballaaran loogu maamusay sida uu uga qayb qaatay horumarka dhaqan dhaqaale ee Jamhuuriyadda Djibouti. Gudoomiyaha waaxda maaliyadda ee bangigaasi Saba Bank ayaan isaga wareysi la yeelanay. Bangiga Islaamiga iyo bangiga Rabbiga la yiraahdo de kulli farqi baa u dhexeeya. Nidaamkan ku shaqeynaya waa nidaam mabniya cala ku dhisan nidaamka Islaamiga ama dawaabida Islaamiga ama shariicada Islaamiga. Marka aan doonayno inaan maalgelin bixino, marka aan doonayno murabaxad inaan sameyno, marka aan wax mar walba waxaan waafajinaa nidaamka Islaamiga. Murabaxadu waa mid ka mid a mid ugu muhiimsan annagu imika ahaan isticmaalno, waana waxaan odhan karaana waa ta ugu fudud ee dhammaan dalabyaadka ama qofku dadku waxay doonayaan ama kiliyoonku waxay doonayan, macaamiishu waxay doonayaan ta ugu fudud ee harow dhaqso uga jawaabi karta weeyaan. Wax sameynaana waan maahina dadka, waa waxaan sameynaa waa wax la taaban karo weeyaan, ama alaab baan dadka u iibinaa, gawaari baan dadka u iibinaa, muwaadal binaa wax la yidhahdo maada qalabkii dhismaha ayaan u iibinaa, waxaasoo dhan dhammaan ayaan u iibinaa. Waxaan ugu iibinaa nidaamkaas muraabaxada alla yidhahdo ayaan ugu iibinaa. Nidaamkaasina waa nidaam dadka inta ugu badan maadaragtay lagu dabaqi karayo. Saa daraaddeed qofku isaga ayaa matalan qof baa teeraan buu leeyahay ka soo qaad ama meel jaga buu leeyahay, wuxuu imanayaa bangiga, wuu imanayaa dibata xoranaya teeraankaas ayaan doonaya inaan dhiso. Waxaan u baahanahay in la dhiso nidaamkan ugu dhiseyna waa nidaamka muraabaxada la yidhahdo weeyaan. Markaas qofkii wuxuu la imanayaa performagii buu la imanayaa, bangiga ayuu la imanayaa uu kalsoo qaatay muxuu ahaa mid ka mid a madaratay maxalaadkan ama meelaha lagu iibiya alaabta dhismaha, bangiga isagaa meesha tegaya, dibeetana bangiga iyo qofkii alaabtan iibinaya baa heshiinaya. Markay heshiiyaan kadibna qofkii kale bangigu qofkan alaabtii uu iibinaya wax yarna u saaranaya muddo maad aragtay cayibanna ama 3 sano ha noqoto ama 2 sano ha noqoto ama 4 sano ha noqoto ayaa kulli qofkaasina diinta ku soo celinaya mar qudhahaatuna beecaasi dhacaa. Bangiyada Islaamiga ee ka hana qaaday dunida ayaa marka horeyta waxaa jawaab ay siiyeen dadkii u dhundaloolay amba ka cabsi qabay inay ku dhacaan ribo iyo wixii la halmaala. Marka xigtana waxa ay aad uga qayb qaateen horumarka dhaqan dhaqaale ee bulsho weynta reer Djibouti.
وركا دالكا داني تاسي وغيمن وركا عالمكا ديلا دايا وليك جرت جيدا قازا إذا مدى إسرائيل أيانا مركلة تقيموكا جيست جيدا قازا الكاسيو يكودلين توبيني يقف واربهن وصوصا رأيكا سيمها قود إيها يدا عفماتكا دونكا OMS دكتور تيدروس أدومي وها وعنباريي ويرادا إسرائيل أيكو قادين حرونتا هيدا بيش عاسا إدهانكا خان يونيس كونفورتا جيدا سي قازا وهاناها وشاقيها إن لوبهانيا هاي إن لجوجيو ويرادا سي أديد أساسيكا دينا عاقبكا عفماتي بيوها لوغي هيرقليو جيدا سي قازا لنا كلا جيدا قازا وها لنا دبلوماسية دا مريكن كا مضاها دبلوماسية دا مريكن كا أنتونيو بلينكين أيا لغسوه يا مر أفراد إنو بوغشوكو سامروه دالكا أبريغا دهه وركا عالم كاسيدان قطبة وركا كسور شغني دلك أندونيسيا شل أي لبترين إسكودعين وها شل كاسي وكد عيا ديجان كا قلبيد بندوك دلك سي أندونيسيا وهانا ترين كاسي وها كوردين عه ركاب كا سرنا ويران أفر بقول يسديد يتطبع تنقفة وركاب وهانا دعاها أمان كا أندونيسيا هاي شغيان إنه ويران صدح قف أي كوردنتين هلكا ويران سديد يلاباتن كلانا اي كودا وعمينا شركة ده لنا عادبا حديد كا اي دلكا سي اندونيزيا اي ايضو تباها ديه اين شلكاني ويهاي شلكي ووهري سانا ديه تانيو طماناكي سانا يوغدن بيسي باري سانا صباح دبتا اي دليي ان لابدا سي ترين اي سكودعان إتاس بوجودن بيسير وركي جابي كان عاوا وحنو ما هنقى يوريا شيء فرسما يقاني تيجلق يبقاتي سو تمين تتوس كاي وركن ورلا مدين تاكو كل مدنو نبتكلي يوهي نولي كولانس